أعزائي التلاميذ، أهلا وسهلا بكم في حصة اليوم التي سنقوم بمعالجة درس من دروس فيزياء جدع مشترك، والذي يخص هنا جزء الكيمياء، لو هو درس الأنواع الكيميائية Les espèces chimiques. بالنسبة لهذا الدرس سنحاول أن نقسمه إلى جزئين. أولا الجزء الأول بالنسبة لدرس أنواع الكيميائية، سنرى كشف واستخراج وفصل وتصنيع بعض الأنواع الكيميائية، Identification, extraction, séparation et synthèse de quelques espèces chimiques. بالنسبة للجزء الأول، أولا بالنسبة للمواد التي نستعملها في حياتنا اليومية، سواء كانت مواد طبيعية كما نلاحظ في الصورة على اليمين، أو في الصورة على اليسار لدينا مواد مصنعة، كل هذه المواد تتكون من أنواع كيميائية. فما المقصود بنوع كيميائي؟ وكيف يتم التعرف على هذه الأنواع، وكيف يتم استخراج هذه الأنواع، وسنرى كذلك كيف يمكن الكشف عن هذه الأنواع، وكيف يمكن تصنيع هذه الأنواع رغم وجودها في الطبيعة للحصول على أنواع كيميائية مصنعة. أولا سنتعرف على الأنواع الكيميائية. ما المقصود بنوع كيميائي؟ بالنسبة للنوع الكيميائي، كما رأينا في دروس سنة الثالثة إعدادي، رأينا الأجسام الخالصة والأجسام المركبة. أولا فهم النوع الكيميائي، عندما تكون المادة الكيميائية خالصة نسميها نوعا كيميائيا، أي المادة الكيميائية الخالصة هي المادة ذات الخصائص الفيزيائية الثابتة. إذا يمكن تعريف أو يمكن صياغة التعريف لنوع كيميائي على الشكل التالي: النوع الكيميائي عبارة عن مادة خالصة ذات خصائص فيزيائية ثابتة. كيف يمكن التعرف على بعض الأنواع الكيميائية في مادة طبيعية؟ قلنا بأن المواد الطبيعية التي نستعملها في الحياة اليومية كلها تحتوي على أنواع كيميائية. إذن كيف يمكن التعرف على هذه الأنواع؟ للتعرف على الأنواع الكيميائية نستعمل طريقة أولى، هي اعتماد الحواس الخمس للكشف عن بعض الأنواع الكيميائية. بعد ملاحظة المظهر الخارجي لبرتقالة، نأخذ برتقالة ثم نقسمها إلى قسمين، إلى قطعتين، نقطعها إلى جزئين، ثم نعتمد على حواسنا لدراسة خصائص وتحديد بعض مكونات هذه البرتقالة، كما يلخص الجدول التالي. لدينا هنا بالنسبة للجدول على العمود الأفقي، لدينا الحاسة الممكن أن نستعملها، لدينا حاسة البصر، اللمس، الذوق، الشم، السمع، ثم لدينا بعض الخصائص التي يمكن الكشف عنها باستعمال هذه الخواص. لدينا كشف عن بعض ملونات، ثم الكشف عن أنواع كيميائية لها رائحة، ثم الكشف عن حمضيات أو قاعديات هذه البرتقالة، ثم لدينا كشف عن الماء، ثم غازات، سكر، جلوكوز، نشا، ملح ودهون. نلاحظ من خلال هذا الجدول بأن الحواس تمكننا من كشف عن بعض هذه الخصائص، ولا تمكننا من كشف عن بعض الخصائص رغم وجودها في هذه البرتقالة. إذن من خلال هذا الجدول سنلاحظ بأن الحواس الخمس غير كافية للكشف عن كل أنواع الكيميائية وبصفة مؤكدة ودقيقة، رغم أن حواسنا ساعدتنا على كشف على بعض الأنواع، إلا أنها لا تساعد على كشف بعض الأنواع الأخرى بصفة مؤكدة ودقيقة. إذن سنعتمد على طريقة أخرى. بالنسبة للطريقة التي سنعتمدها هي اعتماد الروائز الكيميائية، اعتماد بعض الروائز البسيطة لتحديد بعض الأنواع الكيميائية. لمعرفة الروائز الكيميائية الممكن استعمالها للكشف عن بعض الأنواع الكيميائية سنقوم بمجموعة من التجارب. نضع عصير البرتقال في أنبوب اختبار ونضيف إليه محلول فيهلين، ثم نسخن الخليط فيظهر لون أحمر أجوري كما يبين الشكل التالي.
لدينا هنا عندما نضيف محلول فيلين إلى عصير البرتقال بعد التسخين، أكيد بعد التسخين نحصل على محلول أو نحصل على لون أحمر أجوري. إذن على ماذا يدل ظهور اللون الأحمر الأجوري؟ ظهور اللون الأحمر الأجوري بعد إضافة الفيلين إلى عصير البرتقال يكشف عن وجود الجليكوز، أي أن الجليكوز عبارة عن نوع كيميائي تم الكشف عنه بواسطة محلول فيلين. سنقوم بتجربة أخرى للكشف عن نوع كيميائي آخر. بالنسبة للتجربة التي سنقوم بها، نأخذ عصير البرتقال، نسكب حجما من عصير البرتقال في كأس، ثم نقيس بواسطة جهاز pH متر قيمة pH العصير. سنستعمل جهاز pH متر أو يمكن استعمال كذلك ورق pH. سنلاحظ بأن جهاز pH متر يعطينا قيمة عددية دقيقة. بالنسبة لقيمة pH التي يعطيها جهاز pH متر تساوي 3.4، بما أن pH أصغر من 7، هذا يدل على أن هذا المحلول الذي هو عبارة عن عصير البرتقال عبارة عن محلول حمضي، يعني أنه يمكن الكشف عن حمضية النوع الكيميائي أو حمضية المنتوج باستعمال pH متر أو ورق pH. سنقوم بتجربة أخرى للكشف عن نوع كيميائي آخر. ننثر قليلا من بلورات كبريتات النحاس الثاني اللامائي الذي هو عبارة عن بلورات ذات اللون الأبيض على قطعة من التفاحة، كما تبين الصورة التي موجودة على اليمين. لدينا بالنسبة بلورات كبريتات النحاس الثاني اللامائي ذات اللون الأبيض بعد إضافتها بعد نثرها إلى قطعة التفاح، نلاحظ بأن لونها يتغير فيأخذ اللون الأزرق. إذن على ماذا يدل تغير لون بلورات النحاس الثاني؟ تغير لون كبريتات النحاس الثاني اللامائي إلى اللون الأزرق هو يكشف عن وجود الماء. إذن الماء عبارة عن نوع كيميائي تم الكشف عنه بواسطة كبريتات النحاس الثاني. بالنسبة للتجربة التالية، نضع على قطعة من التفاحة قليلا من ماء اليود، نلاحظ ظهور لون أزرق داكن. عندما نقطع التفاحة إلى قطعين نضع عليها ماء اليود نحصل على لون أزرق داكن. على ماذا يدل ظهور هذا اللون الأزرق داكن؟ ظهور لون أزرق داكن هنا يدل على وجود النشا. إذا النشا عبارة عن نوع كيميائي تم الكشف عنه بواسطة ماء اليود. من خلال هذه التجارب كلها يمكن استخلاص بأن مجموعة من الأنواع الكيميائية يمكن الكشف عنها بواسطة روائز كيميائية. إذن كخلاصة للكشف عن الأنواع الكيميائية المتواجدة في منتوج ما، نلجأ إلى طريقتين مختلفتين. أولا استعمال الحواس، رغم أنها غير كافية وغير دقيقة في الكشف عن أنواع الكيميائية إلا أنها تمكننا من الكشف على بعض الأنواع، وذلك للتعرف على خاصية اللون، الرائحة، الذوق، الصوت أو اللمس إلى غير ذلك. لكن تبقى هذه الطريقة غير كافية لإبراز كل مكونات المواد الطبيعية والمصنعة. والطريقة الثانية التي يمكن استعمالها للكشف عن هذه الأنواع الكيميائية أو الأنواع الكيميائية الأخرى، يمكن استعمال الروائز الكيميائية. مثلا بالنسبة لهذه الروائز، استعمال كبريتات النحاس الثاني اللامائي لإبراز وجود الماء. إذن لإبراز وجود نوع كيميائي اللي هو الماء، دائما نستعمل كبريتات النحاس اللامائي الذي يتغير لونه من الأبيض إلى اللون الأزرق. ثم استعمال محلول فيلين يكشف لنا عن وجود السكر الذي هو الجليكوز. ثم استعمال الماء اليوضي لإبراز وجود النشا. ثم لإبراز حمضية أو قاعدية منتوج ما، يمكن استعمال ورق pH أو استعمال جهاز pH متر. كلها روائز كيميائية تساعدنا الكشف عن الأنواع الكيميائية. والآن سنقوم بتصنيف هذه الأنواع الكيميائية أو بعض الأنواع الكيميائية. بعدما قمنا بالتعرف على بعض الأنواع الكيميائية سنقوم بتصنيفها. أولا لتصنيف هذه الأنواع الكيميائية توجد مجموعة من الطرق المختلفة والمتعددة، نذكر منها
يمكن تصنيف الأنواع الكيميائية إلى أنواع كيميائية عضوية وأنواع كيميائية غير عضوية. أولا سنقوم بالتعرف على الأنواع الكيميائية العضوية، هي التي يؤدي احتراقها الكامل في ثنائي الأكسجين إلى تكون مكونين أساسيين، ثنائي أكسيد الكربون والماء. أمثلة: لدينا المطاط، المواد البلاستيكية، غاز البوتان، مشتقات البترول، كلها عبارة عن مواد عضوية لأن احتراقها يؤدي إلى ظهور ثنائي أكسيد الكربون والماء. ثم بالنسبة للأنواع الكيميائية الأخرى الغير العضوية، هي التي تعطي غير ذلك، يعني تعطي ثنائي أكسيد الكربون والماء وحاجة أخرى، أي تعطي غير هذه النواتج. مثال: كلورور الصوديوم، كبريتات النحاس، التاني، أو مجموعة من المواد التي تعتبر مواد غير عضوية. ثم سنتعرف كذلك، سنقوم بتصنيف الأنواع الكيميائية إلى أنواع كيميائية أيونية غير أيونية. بالنسبة للأنواع الكيميائية الأيونية، هي التي تتكون من كاتيونات وأنيونات. مثال: محلول كلورور الصوديوم الذي يتكون من أيونات H3O+ ثم Na+، ثم محلول كبريتات النحاس الثاني الذي يتكون من Cu2+ SO4 دوموا. ثم تبقى الأنواع الكيميائية غير الأيونية، هي التي لا تتكون من أيونات. مثال: ثنائي الهيدروجين، ثنائي الأكسجين إلى غير ذلك، وهناك مجموعة من الأنواع الغير الأيونية لا تحتوي على أو لا تتكون من أيونات. ثم سنقوم بالتعرف كذلك على أنواع كيميائية طبيعية وأنواع كيميائية مصنعة. ما المقصود بالأنواع الكيميائية الطبيعية؟ ببساطة هي كل الأنواع الكيميائية التي توجد في الطبيعة أو توجد في مواد طبيعية، مثل النباتات، حيوانات، معادن إلى غير ذلك. ثم بالنسبة لهذه الأنواع الكيميائية المصنعة، هي التي نحصل عليها عن طريق كيمياء صناعية التي سنراها في فقرة من فقرات هذا الدرس. يمكن أن تكون لمادة طبيعية وأخرى مصنعة نفس الخواص الكيميائية. قلنا كملحوظة هناك فرق بين المواد المصنعة والمواد الاصطناعية. المواد الاصطناعية هي مواد حصلنا عليها عن طريق كيمياء تصنيع أو كيمياء صناعية، ولكن لا توجد في الطبيعة مواد مثلها. أما المواد المصنعة نحصل عليها عن طريق كيمياء تصنيع أو الكيمياء الصناعية، ولكن يوجد مقابلها في الطبيعة. الآن سنمر إلى تمرين تطبيقي لما رأينا في هذه الفقرة. بالنسبة للتمرين التطبيقي، خلال الأشغال التطبيقية أنجز فوج من التلاميذ بعض الروائز والملاحظات الأولية على منظف، وتوصلوا إلى أنه ذو طبيعة قاعدية، أي أن pH أكبر من 7 ويحتوي على الماء، بينما اشتغل فوج آخر على برتقالة وتوصلوا إلى أنها تحتوي على الماء والسكر. بالنسبة للسؤال الأول: الصيف، كيف يمكن إبراز وجود الماء في كل من المنظف والبرتقالة؟ الماء عبارة عن نوع كيميائي نريد الكشف عنه في هذه المنتوجات. السؤال الثاني: كيف يمكن إثبات الطبيعة القاعدية في المنظف المنزلي؟ ثم بالنسبة للسؤال الثالث: صف بإيجاز تجربة تمكن من الكشف عن وجود السكر في البرتقالة. إذن سنقوم الآن بمعالجة هذا التمرين التطبيقي على ضوء ما رأينا في هذه الفقرات. بالنسبة للحل، السؤال الأول: كيف يمكن الكشف عن الماء؟ كما رأينا في الدرس، للكشف عن الماء في كل من المنظف والبرتقالة استعملوا بلورات كبريتات النحاس اللمائي البيضاء الذي يتغير لونه إلى اللون الأزرق بوجود الماء. يعني عندما نضيف قليل من بلورات كبريتات النحاس الثاني إلى هذا المنظف أو إلى البرتقالة، سنلاحظ بأن لونه يتغير إلى اللون الأزرق، من الأبيض إلى الأزرق. إذن هذا يدل على وجود الماء في هذه المنتجات. بالنسبة للسؤال الثاني: كيف يمكن إثبات القاعدية لهذا المنظف؟ نضع قليل من المنظف في كأس ونضيف إليه قليل من كاشف الملون أزرق البروموتيمول ونحرك الخليط. هنا يمكن استعمال أزرق البروموتيمول للكشف عن حمضية المحلول، أو يمكن استعمال كذلك pH متر أو ورق pH.
بالنسبة للأزرق البروموتيمول عندما يأخذ اللون الأزرق فإنه يدل على وجود قاعدي، يعني أي أن هذا المحلول هذا عبارة عن محلول قاعدي. ثم بالنسبة للسؤال الثالث، صف بإيجاز كيف يمكن إبراز وجود السكر في عصير البرتقال. نضع عصير البرتقال في أنبوب اختبار ونضيف إليه قليل من محلول فعلي الأزرق اللون. بعد التحريك نسخن الخليط، نحصل بعد التسخين على راسب أحمر أجوري. قلنا عندما يعطينا راسب أحمر أجوري هذا يدل على وجود السكر، الشيء الذي يدل هنا على وجود البرتقالة تحتوي على الجلوكوز وهو من السكريات وهو نوع قلنا من السكر. إذن بهذه التجربة يمكن الكشف عن وجود الجلوكوز أو السكر في البرتقالة. ونكتفي بهذا القدر، ثم نلتقي في الجزء الثاني من هذا الدرس الذي سنتعرف على باقي فقراته في حصة جديدة إن شاء الله. شكرا لكم.